الرفيق سامي مناضل من تونس الشقيقة. يمكنكم تقدموا نفسكم للمناضلين المغاربة من جهة أخرى. كيفاش كتشوف الأجواء اللي كيجري فيها المؤتمر ديال الشبيبة ديال النهج الديمقراطي اللي هو الاستمرارية ديال المنظمة إلى الأمام المغربية الماركسية اللينينية؟ تحية. تحية نضالية إلى رفاقنا في النهج الديمقراطي المغربي، تحية إلى رفاقنا في شبيبة النهج الديمقراطي المغربي، تحية إلى رفاقنا في 20 فبراير. نحن حاضرين كاتحاد الشباب الشيوعي التونسي الفصيل الشبابي لحزب العمال في إطار المؤتمر الثالث لشبيبة النهج الديمقراطي، مؤتمر نتمنى له كل التوفيق والنجاح. نتمنى لهذه المنظمة العريقة النهج الديمقراطي ولشبابها الاستمرارية. نتمنى للخط الماركسي الليني داخل المغرب الاستمرارية والتوفيق والنجاح من أجل إنجاز المهام المرحلية المباشرة والمهام الاستراتيجية المتعلقة ببناء الوطن المنشود والمجتمع المنشود. نحن شاركنا في أجواء طيبة مع رفاقنا ورفيقاتنا من المغرب بحضور وفود مشاركة أجنبية من البحرين ومن إسبانيا ومن فرنسا. ما يميز هذا المؤتمر هي الأجواء النضالية والأجواء الاحتفالية التي تسود. هذا من جانب، إضافة إلى النقاش السياسي العميق للوضع في المغرب والوضع في شمال إفريقيا وفي العالم وفي الوطن العربي عموما. ربط المسائل الوطنية المغربية بأوضاع العالمية وبالأوضاع العربية، هذا ما يميز النقاش في المؤتمر. بالنسبة لنا في تونس، نعتبر أنه رفاقنا في المغرب شركاء في بناء البديل الوطني الديمقراطي، لأنه لا يمكن إقامة هذا النظام وهذا البديل في تونس في ظل قيام أنظمة رجعية على مستوى المغرب العربي وعلى مستوى شمال إفريقيا. الأجواء نتمنى لها أن تتواصل بهذه الطريقة. نتمنى النجاح للمؤتمر، ونحن مشاركون في أشغاله كضيوف وكملاحظين وكناقدين، وكما تعودنا في علاقاتنا نحن كحزب عمال أو كاتحاد الشباب الشيوعي التونسي مع رفاقنا في النهج الديمقراطي في المغرب، علاقة نقد متبادل، علاقة تعامل وتكامل، وعلاقة صداقة وعلاقة رفاقية في إطار ثنائي أو في إطار الندوة العالمية للأحزاب الماركسية اللينينية. شكرا الرفيق سامي من الشبيبة الشيوعية التونسية، مرحبا عندك في وطنك الثاني، وشكرا.